عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض وصفه جميله جدا، سهله وسريعه ويعني اقتصاديه مش قوي، يعني هتكلفك قولي ممكن 10 جنيه ولا حاجه. لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسينيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم مني كل الاشعارات، وطبعا يا ريت ما ننساش نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم وحطوا لايك للفيديو لو عجبكم. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بقى قشرت معايا البصله وبقيت بالشكل ده كده، طبعا نقطعها بقى باي شكل وباي طريقه انتوا حابين تقطعوا بيها البصل. بعتذر لكم بقى لو سامعين صوت الدوشه، بس يعني صوت الجيران. عايزه اقولك بقى اي تقطيع انت حابه تقطعيها مفيش اي مشكله، يعني اي تقطيع هتلاقيها معاكي ايه كويسه جدا، سواء بقى كبيره صغيره مش هتفرق كتير. هي كده كويسة جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل بيها ايه. بناخد بقى معانا كده البصل ونديله تشويحة كويسة جدا. اثناء البصل بقى ما هيتشوح معايا هسيبه كده، مش هحط فيه ولا توابل ولا بهارات ولا اي حاجة، هسيبه كده. وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. دلوقتي بقى هاخد معايا القوانص زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ ان انا اقسمها بالنص. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الواحدة هنقسمها على اتنين كفاية جدا. لان احنا برضو عايزينها تكون واضحة في الوصفة. الكبدة بقى هي يعني انا شايفة ان احنا ما نقسمهاش خالص، نسيبها زي ما هي. انا كنت طول الشهر بجيب الفراخ وبسيب القوانص بتاعتها والكبد بتاعتها، فدي مش هاجي ناحيتها خالص. اجي بقى اخر الشهر كده مع زنقة اخر الشهر بقى والحاجات دي، نبدأ بقى ان احنا ايه نطلع الحاجات دي كلها وايه نحطها معانا. بسم الله نعمل بها اكلات. ادي الانثى والانثى التانية اهو. اما تيجي تقسميها خدي الحتة الطرية اللي فيها واقسمي منها، هي دي اللي هتتقسم معاكي بسهولة. بصي بقى دي القوانص ما شاء الله عليها، ناخدهم بقى ونطلع بيهم على النار. دلوقتي بقى البصله يا دوب اتشوحت معايا سنه، هاخد بقى القلب وهاخد كمان القوانص وننزل بيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونديها بقى ايه تشويحه كده. بما اني نزلت بالقوانص يبقى هعمل ايه بقى؟ لازم اضيف اهم اضافات معايا، ورق اللورة او ورق الغوص زي ما بنسمي يعني زي ما بره بيقولوا عليه، وكمان هحط عليه حبهان عشان الفراخ ممكن تكون زفره معايا شويه، او القوانص لو زفره حتى معايا شويه يعني الزفره بتاعتها تضيع. بقى عملتها معايا وبقت بالشكل ده كده، خلاص بقى بدات تدخل معايا في التسويه. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نجيب معانا معلقه من الثوم. هاخد بقى معايا معلقه من الثوم بالشكل ده كده. مجرد ما حطيت معايا الثوم هديله بقى ايه تشويحه كده على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل طبعا بباقي كميه الكبده اللي معايا. عايزه اقول لكم بمجرد ما حطيت الثوم ورا الكبده الريحه يعني ما اقولكوش بقت عامله ازاي. هضيف بقى معايا بقى مكعب مرق الدجاج على شوية حبهان بودر. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده. اهم حاجة بقى عندنا البهارات والتوابل. هحط رشة فلفل اسمر،
رشه بقى كده من البهارات المشكله، وهديهم بقى تقليبه كده. بصوا بقى، لان احنا عاملين الكبده مش صغيره قوي، بقت باينه معانا ازاي، لسه هنسوي. فايه الحاجات دي كلها هتلاقيها بتدخل بقى معايا في التسويه. فالكبده لازم تقطعيها كبير عشان تبان معاكي، ما تتهرش منك في الوصفه. بمجرد بقى الريحه ما تطلع معاكي بالشكل ده، عندي بقى ايه، شفشه العصير. بسم الله الرحمن الرحيم. شفشق عصير الطماطم ده بقى ايه الحل السحري كده للاكله دي. نديها تقليبه كده بالراحه، ونسيبها بقى كده ايه، ونغطي عليها تاخد وتدي مع نفسها. عايزه اقول لك بقى، لان الزيت اغمق طبعا من التشويح اللي احنا قعدنا نشوح فيه ده، والحاجات اللي عملناها دي كلها، فطبعا هيديني بقى ايه صلصه غامقه مش فاتحه، مش هيديكي صلصه بيضه يعني، مش صفرة كده ولونها مش حلو، لا هتطلع معايا باذن الله مظبوطه. هحط ايه بقى، احنا ما حطيناش الملح اهم حاجه، نحط بقى رشه الملح. انا بحب احط الملح اللي عليه فلفل وكمون وشطه، ده بيدي طعم حلو قوي للاكل. بصوا بقى هتلاقوا الملح اختفى، وايه والتوابل هي اللي باينه فوق. نسيبها بقى كده تاخد وتدي مع بعضها، وبعد كده بقى ايه لحد اما تستوي هطلعها واقدمها معاكم. بس الاول نحط لها قرن فلفل يظبط الطعم شويه. لو ما عندكيش قرن فلفل يبقى هرسه الشطه. فاكرين هرسه الشطه اللي احنا بنحشي بيها المخلل البتنجان وقلب السمك؟ هي دي اللي هحط منها. اقول لكم الهريسه فظيعه، ريحتها لوحده يجوع والله العظيم. احط بقى كده ايه نص معلقه من هرسه الشطه، واديها تقليبه كده خفيفه، بس دي بقى هتظبط معايا الطعم جدا. ما تقلقيش من الملح، مش هيحدق معاكي ولا حاجه، لان احنا حاطين برضو حبه صغيرين مش حاطين كتير. دلوقتي بقى اتعملت معايا زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله عليها جميله جدا. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين بقى الصلصه بتاعتها تقيله ازاي وجميله. والكبده موجوده زي ما هي، والقوانص وكل حاجه فيها. الصلصه دي بقى تتاكل بالرز، تتاكل بالعيش، تتاكل بمكرونه حتى، يعني مش هتفرق، بس بصراحه جميله جدا. ويا رب بقى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها. لو عجبتكم بقى ما تنسونيش في الكومنتات واللايكات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهم حاجه اوعوا تنسوا تفعلوا الجرس والضغط على علامه الكل عشان يوصلكم مني كل الاشعارات. ودي كده كانت وصفه من وصفات اخر الشهر. لو عجبتكم وصفات اخر الشهر ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.